السلام عليكم ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج برلمان الشعب مباشرة على شادة. تحية طيبة لكل المستمعين الكرام وتحية لكل أوفيائنا اللي تتابعونا عبر موقعنا الرسمي www.shadafm.net مغاربة العالم. تحية كبيرة تنحييكم، تحية لكل من تتابعنا عبر لاشين غاديو شادة FM باليوتيوب، كذلك تحية اللي تتابعونا عبر ليباج ديونا في الفيسبوك سواء برلمان الشعب تيغي أوفيسيال أو شادة FM بالفيسبوك. مرحبا بالجميع على بركة الله. بعد قليل إن شاء الله غادي نتواصلوا مع السيدة أمنية الشناوي عن جمعية حنا معاك، باش نعطيو أو نحطوا المستمعين الكرام في ذاك الإطار ديال الجمعيات الهادفة، ديال الجمعيات اللي خصنا ندفعوا بها حقيقة، حتى أن الفكرة والمبادرة طيبة جدا تدخل في التعليم اللي أصلا تنعانيو منه في بلادنا العزيز. التعليم فغادي يكون نوعا ما بحال التعليم الخاص، ولكن هو اللي الدفع بالتعليم، تعليم خاص ودفع بالتعليم، تعليم خاص وتكافؤ الفرص. هذا هو الجميل، هو أنه تعليم خاص ولكن في نفس الوقت يعطي تكافؤ الفرص. هي عبارة عن جمعية للتعليم. من بعد غادي نمشيو نتواصلوا مع محمد بوزي المراسل ديالنا، وكذلك السيد رحال عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل بخصوص موضوع يخص قطاع الصحة وإعفاءات. هناك إعفاء لمديرة مستشفى خريبقة، وهناك طلب إعفاء لمدير مستشفى سوق السبت. غادي نسلطوا الضوء علاش تم إعفاء مديرة مستشفى خريبقة، مستشفى الحسن الثاني اللي كنا تكلمنا عليه من قبل، ولماذا طلب المدير ديال سوق السبت إعفاءه. غادي نعرفوا هذه الأمور مع محمد بوزيان، وكذلك مع رحال عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل إن شاء الله في هذه الحلقة. قبل هذا وقبل ذاك، مشكل تسول الذي أصبح يؤثث شوارعنا للأسف الشديد، وفي أتأسف على الكلمة في أقبح صوره. إحنا كنا تنسعى الله سبحانه وتعالى، وكنا أصحاب حاجة، ومهما درجة ومهما علت درجتك، وفين ما وصلتي في الفلوس، وفين ما وصلتي في النفوذ، أنت دائما صاحب حاجة، أنت دائما صاحب حاجة، لأننا كلنا في حاجة. عندي فلوس تلقاني في حاجة إلى صحة، عندي فلوس وصحة تلقاني في حاجة إلى أولاد، عندي فلوس وصحة وأولاد تلقاني في حاجة إلى راحة وطمأنينة، عندي هاد الشي كامل تلقاني في حاجة إلى أصدقاء طيبين، وهكذا. لا بد أن تكون في حاجة. اكذب عليك الكذاب، كاين شي واحد في الأرض عنده كل شيء. لا بد أنك في حاجة، وكلنا في حاجة ونسأل الله سبحانه وتعالى. ولكن البعض للأسف بدأ يأخذ هذا التسول حرفة. صديق تجي تقول لي يلا تخدم يقول لك لا. والصديق ديالي عنده مشروع، عنده شركة، وصديقي جدا وعرض على متسول فروج، قال لي يلا دابر كان معايا في الطونوبيل نديك تخدم دابا تخدم بتروامي 2500 تروامي دابا، قال لي يلا نحيدك من هذا الفروج. قال لي لا. علاش قال لي لا في نظركم؟ علاش قال لي لا؟ واش هاد السيد عزيز عليه العذاب، عزيز عليه الذل؟ لا، لسبب واحد فقط، هو انه تدخل اكثر من ديك 3000 درهم اللي غادي يعطيه صديقي.
بكل بساطه. تخيل واحد تيقول لك اجي انا غادي نخدمك وغنديكلاري بك في لاسينيساس حقوق كامله تمتع بها، وتولي عندك التغطيه الصحيه وعندك سوايع لا تخدم وتمشي في حالاتك ترتاح الى اخره، والكرامه فوق هذا وذاك الكرامه. قال لي لا، لان انت تعطيني 3000 درهم انا نقدر نصور في الفروج 8000 درهم 9000 درهم في الشهر، وما يخلعكمش الرقم لانه بالفعل الشيء اللي تيصوروا تقريبا. انا حضرت الاعتقال ديال المتسوله، ملي تنقول لكم الاعتقال ماشي داك الاعتقال، ما تمشوش داك الوصف ديال الاعتقال تاع السوفي، عادي في اطار الشرطه السياحيه، الشرطه السياحيه تتعرفوا بانه مخول لها العمل في هذا الاطار ديال انها توقف المتسولين في الشارع لانها تدخل في اطار الشرطه السياحيه. انا حضرت توقيف سيده من الشرطه السياحيه، شدوها مع ديك العشيه الربعه، ملي تنقول لك العشيه ماشي 8 90 الربعه، صافي دير باقي عندها ديال التسول، باقي عندها الخمسه والسته والسبعه، تقدر حتى الثمانيه، عاد باش نمشي بحالاتها للدار. شدوها مع الربعه، لقاو عندها 430 درهم الى ما خانتنيش الذاكره او 20 درهم. 400 ريال لا 400 درهم، لقاو عندها 8020 درهم، 8400 ريال او 8600 ريال ما عقلش بحال بحال، 8000 نخلو حنا 8000 هسي 400 درهم، لقاو عندها 400. بدا التسول مع الصباح، مع السبعه ديال الصباح تتخرج، تتبدا التسول مع السبعه، تتكون واقيله في منطقه الحي الحسني لما ما خدنيش الذاكره، لقاو عندها 8000 ريال 400 درهم وشي حاجه، حنا نخليوها في 400 درهم، 400 درهم 400 درهم، وهم اعتقلوها مع الربعه، وقفوها مع الربعه مع الربعه مع الربعه، صافي ديك كان ممكن ديك السيده كون ما شدوهاش كان غادي تبقى تسول الخمسه سته سته سبعه تمشي في حالات، يعني كانت غادي تزيد واحد 100 درهم ولا 150 درهم اخرى، كان ممكن تزيدها في ديك ربعه السوايع اللي بقات، صافي ديك السيده كانت تمشي لدارها ديك 550 درهم، 10000 ريال في النهار، شحال هذيك في الشهر؟ هذا راه تعيط لي يخدم مدير شركه يقول لك لا 500 درهم في النهار، 500 درهم في النهار، احتراف احتراف. والخطير يبدعون في تسولهم، كي الناس اللي محتاجين صحيح، كي الناس يصرفوا على عائله صحيح وكاين، ولكن تسول ممقوت حتى في ديننا الحنيف. يجيش شي واحد في التعليقات ويقول لك ولا والاسلام قال والرحمه والتراحم بيننا، لا ماشي بهذه الطريقه ابدا، نتحداك ونتحدى اي واحد يقول لي بان التسول كاين في الاسلام ولا في اي ديانه. عرفتي اش كاين في الاسلام؟ كاين الزكاه وكاين الصدقات، والصدقات عندها طريقه في الاسلام، الصدقه اعطي للمحتاج قبل ما يخرج الفروج في الشتاء، هز راضع في ظهره، هز راضع في ظهره في الشتاء ولا في الشمس وهي تتسول. الاسلام ما تيقولش لك لا خصك تشوف الماساه وعيش هذاك الدلع هذا باش تعطيه درهم ولا جوج. الصدقه في الاسلام عندها طريقه طيبه ورائعه وتحفظ الكرامه. الصدقه في الاسلام انك تتعطيها للانسان وانت عارفه، لان هادو اللي تيسعوا في الفروجات راه عندهم جيران في الدرب اللي ساكنين فيه، عندهم ولا ما عندهمش؟ عندهم دوك الجيران، عارفين هادوك الناس راه فقراء ما عندهمش. لو ان الجيران تبعوا كما نصت الصدقه في الشريعه انهم يعطيو لهم بلا ما يخليهم يخرجوا يسعوا في الفروجات، هكا في حفظ الكرامه، ندق عليه باب ونعطيه، ولا ما بغيش نبان في الصوره نكلف واحد ونقول لي ما تقولش شكون وسير اعطيه، هكا تتكون الصداقه. انا كنت تنعرف واحد السيده جيدا الله يرحمها ماتت، جيدا علاقتي بها كبيره تنعرفها في الحي ديالنا، كانت تتمشي تتقدى
مرة في الأسبوع تقريبا، تتقدى الدقيق، تتقدى مواد النظافة، فيها جافيل، فيها المسحوق ديال التنظيف، فيها تتقدى الدقيق يعني القمح والفرز، وتتقدى الروز، وتتقدى لي بات شي كيلو ونص كيلو ديال لي بات. المهم تتقدى واحد القفة تقدر توصل فيها واحد 200 درهم، 250 درهم، وتدوز على واحد الدار كاينه في الدرب، ناسها فقراء ما عندهمش، الاب ما خدامش، الام ما خداماش، الوليدات باقين صغار، ثلاثه ديال الوليدات باقين صغار، وتدق تتحط الميكا وتدق وتتهرب مع الصباح بكري باش ما يشوفها حتى واحد، وتدق تدق تدق وتتهرب. تتخرج السيده تتلقى الميكا، وكانت تتواضب على هذه القضيه هذه، كانت تتواضب، وسبحان الله العظيم ربي ما 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 الله سبحانه وتعالى يعني ما عطاش الفرصه لديك السيده ولا شي واحد في الجيران يعرف يحضي ديك المراه ويشوفوا هي راه ديك المراه جات غادي نحضي شكون اللي تيحط ليا ساعه. سبحان الله تديها لنعاه شي حاجه بحال هكا، تتخالف معاها في التوقيت ملي تبغي تحضيها من الشرجم ولا شي حاجه بحال هكا، سبحان وما عرفوها هي اللي كانت تحط ديك السيده، ما عرفات بان هي اللي تتحط ديك الميكا، تماتت. ملي ماتت عاد جات وقالت لهم ملي ماتت هاد السيده هادي، قالت لولادها ملي ماتت هاد السيده هادي ما بقيناش تتحط لنا الميكا قدام الدار. سبحان الله وفقها الله ان الصدقه ديالها تبقى مستوره بعيدا عن كل الرياء، لان كاين شي وحدين تيديروا الرياء في الصدقات، تيعطيو تيتصور، خص العالم يعرف بانه اعطى، وهذا راه رياء يا اخي. تنقول لك لا يسمن ولا يغني من جوع، سير سول اي مفتي. والعكس الرياء اخطر، الرياء تدخل في باب الذنوب. انت عاطي، انت عطيتي لواحد وتصورتي معاه وشفتهم شحال من واحد راه تيتنشروا عاطي غير ياغورت لشي دري صغير وداير سيلفي معاه ولا يحافل الفيسبوك. سبحان الله. المهم على اي هذا هو التصدق اللي هضر عليه الاسلام، فيه كرامه للمحتاج، فيه كرامه ليه، ماشي بالضروره يخرج ويسعى في الفروجات ويبات في الزناقي ويضل في الشموشات وتحت الشتا باش يعطيو عباد الله. الله سبحانه وتعالى والسنه النبويه تتقول لك سترو، وتتقول لك حافظي على كرامته، اعطي صدقه اعطيها قبل ما يخرج هو يدلل، قبل ما يخرج يدلل. ولكن للاسف حنا ما تنتسوقوش لجيراننا الفقراء والبسطاء، ولاننا ما تنتسوقوش لهم حنا تندفعوهم يخرجوا يسعوا في الفروجات. هادو الفقراء البسطاء، نجيو للاحتراف ونجيو لي، وغادي نهضروا على واحد القضيه خطيره وصلتني معلومه فيها لا اعرف مدى صحتها، ولكن عندي شك ديال 80% صحيحه. داكشي علاش نقولها، هو نورمالمون ما خصنيش نقولها، ولكن حيت عندي واحد اليقين نوعا ما ديال 80% غادي نقول المعلومه الخطيره اللي وصلتني على التسول، وهنا في الفروجات اللي حدانا بعد نعود ونواصل معكم. برلمان الشعب، ونجدد التحية باللي معنا وتسمعوا لنا واللي عاد التحقوا بنا، تنقول لهم مرحبا بكم في برلمان الشعب مباشرة على شادة. نواصل مع موضوع التسول، حرفة، حرفة أم هي عوز؟ هي فيها اللي عوز، فيها اللي مضطر أخاك لا بطل، وفيها اللي حرفة، ونفصلوا وندقوا كيف في الامور. احنا ما ضد حتى شي واحد بطبيعه الحال، ولكن احنا ضد نوع من الفوضى كاينه في الشارع العام للاسف الشديد، هذه تدخل في الفوضى. ف شي ناس تكلموا على الخدمه، ما كايناش الخدمه حسين، راه ما كايناش الخدمه، الناس ما عندهم ما يديروا، نتفق ما كايناش الخدمه، ما كايناش الخدمه ماشي على هذاك، ما كايناش الخدمة عليه، ما كايناش الخدمة على أصحاب الشهادات العليا، ما كايناش الخدمة على أصحاب الحرف، ما كايناش الخدمة على أصحاب دبلومات التكوين المهني، ما كايناش الخدمة بزاف، كل شرائح المجتمع تتنخر فيه البطالة.
واغلبيه شباب ونساء راه ما كايناش خدمه، وبزاف فيهم ما تيخرجش ساعات يمشي تيقلب باش ما كان يصور طرف الخبز. راه تنعرفوا ناس، حنا راه ولاد المجتمع ولاد الفئات الفقيره، وعارفين المجتمع مزيان كيفاش داير. راه كاينين الناس لا يملكون قوت يومهم، ما عنده ما ياكل، وعنده وهذيك ما عنده ما ياكل تشفع ليه انه يمشي يخرج يسعى، ولا يخرج بنته صغيره يجرها في الفروجات يسعى بها، ولا يخرج ولده صغير في الفروجات يسعى به في الوقت اللي هو خصو يكون تيلعب وتيتمتع بالطفوله ديالو، هو اللي تيجرو للذل وتيكبرو في الذل وتيكبرو معقد وبعقد نفسيه شتى على هذا اللي تيسعى في الفروجات دوز الطفوله ديالو في الفروجات، وباه جارو ولمو جاره بالذل انه قول لي خذ خذ، قول لي اعطيني، قول لي الله، قول لي الله، وهذا الى اخره، وتيكبر في هذا المناخ هذا وحياته كلها دايزه في الزنقه عليه الشتا عليه الشمس، كي غادي يكبر هذا الولد هذا ومحروم من التعليم، محروم من التطبيب، محروم من كل شيء، كيكبر هذا الولد هذا. فكاينين كاين اللي تيمشي تيتقاتل مع الزمان، تيصور 20 درهم، اقسم بربي الكعبه. الا تنعرف عائلات الى رجالاتهم الى تيخرجوا الفقر المدقع، تيخرج مع الصباح ما تيرجع للدار حتى الوحده الجوج، تخرج مع الصباح راه تيصلي الفجر تيخرج ما ترجع حتى الوحده الجوج، جاي مع 20 درهم 30 درهم يفك بها الغداء، جاي معاه في الطريق تياخذ شويه البصله، تياخذ مطيشه، تياخذ واحد الرابعه ولا 10 درهم ديال الدجاج وشويه الزيتون و10 ريال زيت العود، وتيمشي ديك الساشيه ديال زيت العود وتيمشي وتنصبوا الكميله تيتغداو تيخرج ترجع مع العشيه 8 العشيه جاي مع 20 ولا 25 درهم، يعني عنده 50 درهم في النهار تيصورها، 70 درهم في النهار تيصورها، واكل شارب مقاتل مع الزمان. ولكن تقول لك ابدا ما تخرج مرتي 9، ما يخرج ولدي 9، ولادو مدخلهم المدرسه العموميه تقريهم باش ما عطى الله، ومقاتل هو مع الزمان. عرفتي شكون هادو؟ شكون هادو؟ هادو هما اللي قال عليهم الله سبحانه وتعالى يتعففون، هادو هما اللي قال عليهم الله تعالى انهم عندهم كرامه ولو كان بهم خصاصه، ما تيمدوش يديهم وهما محتاجين وما تيمدوش يديهم وتيتقاتلوا، وربي تيبارك لهم وربي تيخليهم يصوروا طرف الخبز، والله اعلم بالارزاق في المستقبل شنو تتجيب. كاينين موجودين، وكاينين بزاف اللي ما قالش يمشي يضرب تماره وما باغيش يضرب تماره، وما بغى يهز لا صندوق، ما بغى يحط لا صندوق، ما بغى يدير حتى شي حاجه، هو خصو يفيق يمشي للفروج، يبقى يدور في الفروج مريح في التروطوار، داير عرق على السير، داير مشاكل، الاولاد طالقهم فش الفروج دايرين مشاكل، ويتسنى ويعطيو الى اخره، ويمشي مع الدار هكذا هكذا. تا ولادو ملي تيبغي يوكلهم اشي تنعيش، وانا يوميا تنعيشوه يوميا، هنا نيت هنا هنا عندنا هنا تنعيشوه يوميا. تم اللي تيبغي يوكل داك الوليد اللي تيسعى بيه تيمشي حدا شي مخبازي وقف حدا الباب ديالها، واللي خارج عافاك شي بتي بان، عافاك الولد ما كلاش شي بتي بان، عافاك شي خبيزه لولدي، ياخذ خبيزه من هنا يمشي حدا الحانوت، عافاك دير لي شي فرماجه لهادي لولدي، ويديروا لي الناس، لان الناس يحشموا هذا ويعطيه ويدير لي ها هو غدا ولده، ماشي كاع تا بالفلوس ديال السعاي، ها هو غداه ويرجع للفروج ويبقى في تل العشيه ويطيح الظلام ويمشي في حالته، غادي ب 500 درهم في جيبه. 500 درهم راه الملاين هذيك، راه 500 درهم راه راه فلوس، راه فلوس، راه على الاقل مليون وشي حاجه تما غادي بها في الشهر، تتخلص احسن من واحد قرا وعد براسو وسهر الليالي وحفظ وهذا وخذا ديبلوم و و و و و تياخذ احسن منه، هذا يخدم هذا ما يخدمش. هادو تنهضروا، هادو هما الذين نمقتهم، هادو هما اللي تنقولوا لهم حاربوهم، لان الحرفه هنا ان الحرفه تيدير مشكل في الشارع العام والفضاء العام ومنظر مقزز، ولا يخدم وطننا والسياحه في وطننا، ومخلينهم. انا نقول لكم دابا البير الخطير الخطير، ما تنهضروش دابا حنا ما تنهضروش على الناس اللي مسكين خصو يمشي يسعى وما ما لقاش طاب. بحال واحد السيد كان اتصل بنا في برلمان الشعب فيما سبق، عمري ما نسى سميتو، سميتو عبد العالي، تيسكن في القريه فسله، في القريه معروفه القريه فسله،
سميتو عبد العالي مكفوف، راه الناس ديال القريه فسلا غادي يعرفوه، مكفوف ما تيشوفش. والديه انفصلوا بقى بوحدو، لا حنين لا كريم الا الله سبحانه وتعالى. وبكى وقال لي راه تنعيش الدل اخويا حسين، راه ما باغي لا نسعى ما باغيش الاحسان كاع من حتى شي واحد، ولكن راه ما عنديش، راه انا ما تنشوفش وما عنديش وما كاينش اللي يوقف معايا. بحال دابا مثلا هاد النموذج هذا، فين يا روح الاسلام؟ فين يا روح الاسلام؟ فينا هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه؟ فين؟ فين؟ فين والاسلام؟ يتبرأ من مني يبات شبعانا وجاره جوعان. فين؟ يلا هاد عبد العالي حداه الجيران، وهاد الجيران تياكلوا وتيشربوا وتينعسوا شبعانين، والو ما حسوش به، يعاونوه يخلوا يعيش نوع من الكرامه، حتى واحد ما حاس به، حتى واحد ما يفكر يدي ليه خبزه، حتى واحد ما يفكر يدي ليه شويه المرقه لا طيبها ولا هادشي، صافي انضاطر، ما بقاش في المجتمع المغربي. صافي حنا كنا تنعقلوا الجار سبحان الله تنديروا كسكسو تنقسموا معاه، الجيران تنقسموا بيناتنا كسكسو سبحان الله. شي كان في عهدنا، كان في عهد والدينا سبحان الله. انا باقي تنعقل على امي تدير كسكسو وكانت تعطي للجيران، اوبليغاتوار تخلص واحد جوج طباصل ثلاثه مخرجاهم للجيران، وهكذا الجار الاخر والجار الاخر. علاش هادشي مشى؟ علاش؟ علاش عندنا مثلا عبد العالي في القريه فسله مكفوف ما تيشوفش، فقير ما عنده لا باه لا مو، وتنشوفو تعاني وتنشوفو تتقطع ولا يحرك فينا ذلك؟ شنو؟ كيفاش اسلام مسلمين؟ باش باش اين هو التضامن؟ اين هي الانسانيه؟ اين احنا خوت المغاربه؟ اين هادشي كامل؟ هاد الشعارات اللي ترفعوها اين؟ اين؟ واش عرفتي انه راه لا يوجد في المسلمين حسب نصوص الاسلام الشريعه، راه لا يوجد في الاسلام وفي المسلمين من يبات شبعانا وجاره جوعان، راه ما كيناش. راه لا يستقيم يا اخي تمشي تأدي الفريضه في المسجد وتصلي وانت تتقرع في كسكسو في المرقه وما عرف شناهو، وعارف جارك تتقطع بالجوع وتتقطع بالفقر وتتقطع بالحاجه وما عنده ما يلبس وما وعارفه، وانت تتقرع وخارج من الجامع واللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. أيستقيم؟ لا يستقيم. الاسلام ما ناخذش فيه اللي بغيت. الاسلام برمته هو تكامل اجتماعي. ف وامثال عبد العالي في القريه فسلا كاينين بزاف بزاف. انا تنقول الدوله تحمل مسؤوليتها، راه لا نقاش في هذا الامر، الدوله تحمل مسؤوليتها بانشاء دور الرعايه لا نقاش في هذا الامر، ولكن راه الدوله راه ما يمكنش كاع الناس ذوي الاحتياجات الخاصه وكاع الناس الفقراء في المغرب دير لهم دور الرعايه وتوكلهم وتشربهم وتعومهم وتقري لهم اولادهم الى اخره، راه ما يمكنش، راه امبوسيبل، راه مستحيل. ففين تيجي فين تجي هاد المساعده؟ منا حنا المواطنين، منا حنا نعاونوا. عندنا جارنا فقير ما نخليوش يخرج يسعى في الفروج، ما نخليوش يجر بنته عندها عام ولا عامين ولا ثلاث سنين ويديها يجري بها في الزناقي، ما نخليوش. حنا الجيران، حنا نعاونوه، حنا إلا عطاها كل واحد 10 درهم ولا 20 درهم راه غادي نكفيو شر الذل، بين ما يسهل عليه الله، واللي عنده فين يخدم، يخدم هذاك الفقير يخدمو. ولكن ما يجب أن يحارب بشدة
وتكون حرب لا هوادة فيها، وهذه مرفوعة إلى السلطات. كما قلت لكم وصلني خبر، نقدر نقول لكم أنا متأكد منه واحد 70-80%، داكشي علاش ندرجو، أنهم ينهجون أساليب في السعاية. هاد الأساليب تصل إلى قمة الوضع. ما نهضروش على واحد ما عرش وتيدير راسو عرج، ما نهضروش على واحد ماشي مشلول وتيدير راسو مشلول، ما نهضروش على واحد ماشي عمى وتيدير راسو عمى. أنا كنت لقيت واحد خينا عمى حدا باب مسجد تسعة، ودارت الأيام وأنا لقيت يتقدى في السوق ماشي عمى. سبحان الله، هذا ماشي سعية، هذا نصب واحتيال. النصب والاحتيال. تلاقيت واحد خينا واحد النهار، تلاقيتو حدا باب الجامع حتى هو، لان تيقصدوا باب الجامع تيقولوا ديك القضيه ديال الجامع، التقوى، الناس، الاسلام، التضامن. خرج هو يقول لي السلام عليكم. وعليكم السلام. لابس فوقيه بيضاء زوينه، داير واحد شويه ديال اللحيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي يا خويا عافاك، انا راه جاي من زاكوره وجيت عند واحد السيد هنا وما لقيتوش وما عندي باش نرجع وتقطع بيا الحبل. قلت ليه كنت تعيط ليه قبل ما تجي؟ قال لي يا راه عيط ليه وما جاوبنيش، وانا اصلا داير معاه وعيط ليه وما جاوبنيش. قلت نمشي في الطريق نشوف لا يخدم التليفون ونعيط ليه، لان اصلا داير معاه من قبل فيلم، سيناريو واعر هوليودي. مهم، على أيام دارت الأيام سبحان الله. هو لقيته في منطقة أخرى، أنا كنت في ديك المنطقة. دابا هو فين طلبني؟ في المدينة القديمة، واحد الجامع في المدينة القديمة، جامع السوق في المدينة القديمة. فين نتلاقى؟ فرح السلام في الولفة. فين تلاقيته؟ بعد تقريبا سيمانة دخلت انا للحانوت ناخذ شي حاجه وانا نلقاه. خرج من الحانوت، السلام عليكم، شفتو عرفتوه، قلت عليه صورتو طن، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال لي يا خويا عافاك، رانا جاي من زاكوره، نفس الفيلم، جاي عند واحد راه تقطع بيا الحبل. راه ما قلت لي باقي الحبل مقطع، قلت لي من حدا جامع السوق ديال المدينه القديمه باقي الحبل مقطع. عرفتي اش تسمع جامع السوق المدينه القديمه هو يتلون ريا. قلت لي انا اللي قلتي لي حدا جامع السوق في المدينه القديمه نفس القضيه زاكوره وتقطع بيا الحبل، احنا دابا سيمانه وباقي كاع ما جمعتي هاد الفلوس المركوب. قلت لي حشومه عليك. وتبارك الله وطول وعرض، صحيح. قلت لي حشومه عليك. قلت لي سير هز الصنادق يا صاحبي، قلت لي سير كون راجل، سير كون راجل. شتي دابا انت راك ماشي راجل، سير كون راجل. شاف فيا ويمشي. هاد الشيء هاد الممارسات خصها تحارب. انا عندي مبدا، الا كنت باغي نعطي شي حاجه الله يتقبل، اللي صحيح ما نعطيش، اللي بصحته واخا تكون امراه ما نعطيهاش، لان تنعرف عيالات يديروا الميناج، وما اكثر العيالات اللي تيديروا الميناج. انت صحيحه بصحتك، علاش ما ديريش الميناج؟ علاش ما تمشي تقلبي على طرفه الخبز؟ رزق ديال الله ما ديالشي ديال العبد. اللي صحيح ما نعطيش، دري صغير ما نعطيش، الله يثبت الاجر. مهم، هاد الاساليب، شو فين وصلت الوقاحه ديال بعضهم؟ شو يكذب وينصب ويدير الاحتيال باش تدبر عليه. هادو راه تيصوروا فلوس، راه واحد المرأة كانت تسعى في المدينة القديمة، وحنا درنا التغطية للحدث، لقاو عندها 300 مليون ملي ماتت، عايشة في بيت، ملي ماتت لقاو عندها في بلاكار 300 مليون. لا 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 يا ربي، لا استسمح، 73 مليون. 300 مليون لقاو عند واحد الراجل، 73 مليون مرأة تسعى لقاو عندها 73 مليون، لا تجمع فيها منفعات، منفعات بها حتى واحد، مروجاتها في المجتمع. الا كانوا عندنا شي مليون بحال هكا راه يديروا لينا ركود اقتصادي هادو، الا بقاو تيجمعوا. ما تطروش الفلوس، فلوس خصها تروج في المجتمع. 73 مليون مراه عايشه في بيت، ها تتسعى،
73 مليون ما نجمعهاش هنايا، ما نجمعهاش واخا نزيد 20 عام ديال الخدمه ما نجمعهاش. واحد لقاو عنده 300 مليون وهكذا. عاد باش واحد 9 فروجات معروف هنايا حدانا عنده ابارتمون ملكيه، ملكيه برطمان ملكيه ديالو شاريها وساكن في برطمان اخرى واش كاريه ولا ساكن فيها ما عرفش، ولكن عنده برطمان سور. هاد الاساليب هاد الشيء راه حشومه راه عيب، هاد الشيء راه خصو يتحارب وتكون حرب ضروس. نجيكم الطامه الكبرى تيكريو الاولاد الصغار ب 50 درهم النار صافي، هادي السور تيكريو الاولاد ب 50 درهم النهار وتسعاو بهم في الفروجات. كاين شي عيالات في شي قنات في شي احياء اش دير؟ تتولد وتتكريهم باش يسعاو بهم ويرجعوهم ليهم على العشيه. شو البيزنس كيولا؟ شوف 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 الفضاعه فين ولينا عباد الله، شو مجتمعنا الحضيض اللي وصل فيه وصل ليه. كاين اسر تتولد الاولاد باش يكريوهم يسعاو بهم. تخيلوا معايا فين وصلنا. انا تنتمنى من البوليس اللي لقيتو عنده ولد اهز نعرفوا هذا الولد شكون، واش ولدك جيب لينا الوثائق، حل المدنيه الى اخره، لاك دو مارياج الى اخره، ماشي ولدك الاعتقال، نجيبوا الاسره اللي تتكري نجيبوا، لان هذا الاتجار بالبشر. التجار بالبشر، التجار بالبشر خطير ويعاقب عليه القانون بعقوبات شديده. هذا راه التجار بالبشر، الشرطه البوليس هذا راه التجار بالبشر. وكاينين نزيدوا ما هو اخطر، هذه هي كاينين واحد تكون مع ثلاثة الدريات ولا أربعة وأستسمع على الكلمة، أستسمع تكون مع ثلاثة الدريات دير 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 عصابة ديالو، واحد تتلقاه مقطع كما تنقولوا دوز الحبس هذا مقطع قلب كيفاش يجيب الفلوس. ثلاثة الدريات تلقاهم تاهما إما أبوندوني تاهما ما عندهم تا واحد تعيشوا في الزنقة ولا شي حاجة بحال هكا ولا تيحملهم بثلاثة وأستسمع على الكلمة وتيولدوا بالزينة وتطلقهم يسعاو في الفروجات وتجمع الروسيطة مع الليل من عندهم صافي صافي. فين وصلنا؟ هادشي كان يتحد كان يتحد كان يتحد عبر ان لونكيت تفتح اي وحده هازه ولد اجي. ما يمكنش راه ما يمكنش حنا نشوفوا وحده هازه ولد تتسعى به ونخليوها وما عندناش مشكل. راه ما يمكن السلطات راه خصها توقف على الامر. انا تنقول لكم كاين اللي تتعاشر مع ثلاثات البنات تا هما ابوندوني وتيحملهم وتيولدوا وتيسعى بهم وباش علاش يولدوا؟ ماشي حب له لا، غير باش يسعى بالفروجات. ثلاثه 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 بلا لاكت بلا حتى شي حاجه زينه باش يولدوا باش يحملوا باش يسعوا في الفروجات. اذا هنا وجب التدخل عاجلا لا اجلا، لان هادشي اش غادي يدير لينا؟ غادي يولي عندنا مجتمع اللي مع الوقت غادي تولي فيه واحد النسبه ديال اللقطاء كثار، ولو ولاو هاد اللقطاء طي ما 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 ضربهم والو، ولكن المهم الا كبروا اش غادي يوليو في المجتمع؟ هذا سؤال كبير. الا كبر واحد تولد في فروج ما عنده لا باه لا مو وكبر، اش يولي في المجتمع؟ اش يكون في المجتمع؟ هل سيشكل لو بلوس ولا لو موا؟ اش غادي يشكل؟ واش غادي يكون مجرم ولا غادي يكون صالح؟ اشنو غادي يكون؟ احذروا، راه الامر يتفاقم. واتمنى، انا ما اتمنى من الشرطة والمديرية العامة للأمن الوطني والنيابة العامة تحرك مسارات المتابعة وتحرك مسارات الكنترول تفتيش أي وحدة عندها ولد. أجي نشوف هذا الولد شكون، من جبتيه أنت اللي تسعي به في الفروجات في الشا؟ أنا ما تنظنش شي أم تخرج ولدها في الشا تسعى به، ما تنظنش إلا وأنها كارية
أو لقيط، وهذا واقع الحال كاين شويه لونكيت وتوصلوا لهذا الشيء، وانا متاكد غادي توصلوا لهذا الشيء اللي درتوا لونكيت للاسف، لان هذا لا يرضاه احد، لا الاعراف الانسانيه لا الدينيه، لا يرضاه احد. ما يمكنش نبقاو نشوفوا هذا الشيء ونسكتوا، ما يمكنش. فاحنا درنا علينا وتكلمنا في برلمان الشعب، لانه هذا واجب علينا نؤديه تجاه هذا الوطن، ونحبسوا هذا النزيف اللي تضرب في الانسانيه وتضرب في كرامه الناس، ونحبسوا هذا التجار في البشر. بعد الفاصل نواصل ان شاء الله. اذا كانت هذه اخبار الكان في اطار مواكبتنا ليوميات الكان بمصر. نمشي ونواصل معكم برلمان الشعب مباشره على شدة. غادي نمشي ونتواصل مع محمد بو زيان ان شاء الله، ومن بعد غادي نتواصل مع رحال عن نقابه الاتحاد المغربي للشغل محمد بو زيان، كما قلت بخصوص اعفاء مديره مستشفى الحسن الثاني بخريبكه، وكذلك طلب اعفاء او هو اللي طلب انه يتعفى مدير ديال مستشفى سوق سبته، هو اللي طلب التعفى يعني. المهم على اي له اسبابه وله دوافعه، نحترمها بطبيعه الحال، ولكن في اطار المعلومه والاخبار وفقط غادي نقولها. اما اعفاء، لان المديره ديال مستشفى الحسن الثاني تم اعفاؤها من وزير الصحه، فهنا نتوقف لنعرف الحيثيات مع محمد بوزيان، وبعده مع مرحال عن نقابه الاتحاد المغربي للشغل. ناخذ محمد بوزيان. السلام عليكم بوزيان. محمد بوزيان، نعاودو نشوفو كما كاين شي مشكل. محمد بوزيان لنسلط معه الضوء. كنا فيما سبق تكلمنا على مستشفى الحسن الثاني بخريبكه، وكنا نوهنا ملي تكلمنا على مستشفى الحسن الثاني بخريبكه، كنا نوهنا خاصة على مستوى النظافة داخل المستشفى، كانت نظافة يعني جديرة بالاحترام، حتى التعامل ديال الأطر الطبية مع الـ مع 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 الـ 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 الزوار والطالب التطبيب كان طب، فنوهنا بالمستشفى. هذا الظاهر وربما ما خفي هو الذي أثار، ربما أثار أو سبب في إعفاء مديرة مستشفى الحسن الثاني. هذا ما خفي غادي نحاولوا نعرفوه اليوم. محمد بوزيان. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. مرحبا محمد بوزيان. أهلا حسين، تحية لك. تحية محمد بوزيان. إذا تم إعفاء مديرة مستشفى الحسن الثاني بخريبكه، ومدير مستشفى سوق السبت طلب إعفاءه، كما قلت هذه من أجل المعلومة وفقط نقولها، أما دوافعه وأسبابه مادام هو اللي طالب فهو له حريته، هذيك هو اللي عارف علاش، ولكن نقف عند إعفاء من طرف وزير الصحة مديرة مستشفى الحسن الثاني بخريبكه. تفضل محمد بوزيان، حطنا في حيثيات الموضوع. نعم حسين، فالحديث عن هذا الموضوع لابد من ربطه بسياقه العام. فجاءت ضمن وقت من الأخرى عرفت واحد الحركه ديال الاعفاءات كبيره، خاصه فيما يتعلق بالقطاع ديال الصحه بهذه الجهه. فمباشره بعد اعفاء مدير المركز الاستشفائي الجهوي لبني ملال تقريبا حوالي شهر ونصف، وكان القرار من وزاره الصحه، فالان ياتي الدور ايضا على مديره المستشفى الحسن الثاني بمدينة خريبكه، وأيضا هناك إعفاء لمدير مستشفى القرب لمدينة خريبكه. فالحديث عن هذا الثاني أولا، فهذا الإعفاء لتوضيح الوضع القارئ أمام صورة هذا الإعفاء، فهو كان بناء على طلب من مدير هذا المستشفى المتصدمة الاعتبارات هو يعرفها، فكان تجاوب وزارة الصحة مع هذا قرار الإعفاء. فيما يتعلق بالقرار الثاني، قرار الاعفاء مديرة إذن محمد بوزيان، إذن مدير مستشفى القرب سوق السبت هو اللي طلب يتعفى واستجبت له الوزارة.
نعم بالفعل حسين، حسب معلومات من مصدر موثوق فهذا الإعفاء جاء بناء على طلب من مدير هذا المستشفى المحلي التابع للمديرية للمندوبية الإقليمية للصحة بالتقية بن صالح. واضح. بالنسبة لمديرة مستشفى الحسن ثاني التي تم إعفاؤها من طرف الوزارة، شنو واقع؟ حسين فيما يتعلق بهذا الإعفاء فحسب مصادرنا فعنده واحد المجموعة ديال جاء بناء على مجموعة من الاعتبارات، وكانت وزارة الصحة قد أوفدت ليس تفتيشية هنا إلى مدينة خريج من أجل البحث في مجموعة من المشاكل التي يعيشها قطاع الصحي خاصة على مستوى مستشفى الحسن الثاني بمدينة خريبكة. فكانت هناك حسين مجموعة من الاحتجاجات لنقابة دامت تقريبا حوالي 6 أشهر، هذا يتعلق الأمر بالنقابة الصحية التابعة للاتحاد المغربي للشغل. فكانت النقابة نظمت واحد من مجموعة هذه الوقفات، مجموعة من الاحتجاجات كانت قد برمجت خلال يوم غادي أن يتم تنظيم مسيرة احتجاجية من مستشفى الحسن الثاني إلى مقر عمالة إقليم خريبكة، وأيضا برمجت وقف احتجاجي أمام مقر وزارة الصحة بالرباط. فكان هناك احتقان يعيشه المركز للاستشفاء يعيشه المستشفى الحسن الثاني بمدينة خريبكة على ضوء هذا التشنجات، أو ما قدرش نحكمه بالتشنجات والصراعات لا يمكن جزمه فيها اعتبارات، لأن الأمر مادام أن هناك نقابة وهناك إدارة هناك صراعات، فهذه الأمور هذه أنها ربما يمكن أن تكون هي السبب المباشر وراء تدخل وزارة الصحة من أجل حساب الاحتقان، وأيضا إعطاء باش يمشي هذا المستشفى السير الطبيعي ديالو اعتبارا للإكراهات التي يعيشها المواطنين فيما يتعلق بالصحة، وأيضا بالخدمات التي يقدمها هذه المؤسسة الصحية لساكنة إقليم خريبكة. فالقرار قرار الإعفاء جاء كان يوم أمس من طرف المصالح المركزية لوزارة الصحة، واليوم تم تسلمته المديرية الجهوية للصحة بإذن الله على أساس أن المديرة والمدير أن يتسلم هذا القرار المتعلق بالإعفاء. محمد بوزيان، لاحظنا كاين واحد الحركية غير مألوفة بجهة بني ملال خنيفرة فيما يخص قطاع الصحة، كاين إعفاء ديال المدير ديال المستشفى الجهوي بني ملال فيما سبق، كاين الإعفاء ديال المديرة ديال مستشفى الحسن الثاني بخريبكة، مستشفى القرب بسوق السبت طلب إعفاء واستجابت الوزارة. الحركية دي واش نقولوا هي حركية تصحيحية للوزارة حسب أنك أنت في المنطقة تعيش فيها وتعرف حيثياتها، واش هي حركة تصحيحية من الوزارة للرقي بقطاع الصحة في المنطقة، أم هي حركية جاءت نتيجة ضغوطات مثلا بحال هكا نقابية احتجاجات مسيرات إلى آخره؟ فيما يتعلق حسين بمستشفى الحسن الثاني فالعديد من المتتبعين يردون هذا الامر اللي يردونه لهناك النقابات الصحيه خاصه الاتحاد لتوالي الاحتجاجات حدثت كبيرا، وكانت هناك حركه احتجاجيه دامت قرابه 6 أشهر، عندما فتح حسين على 6 أشهر ديال الاحتجاجات 6 أشهر بزاف، يعني بان هذا المرفق العمومي الصحي هذا المرفق التابع لوزاره الصحه انه ربما ستؤثر سلبا على الخدمات المقدمه للمواطن. وكنعرفوا حسين ان من بين الامور التي يجب ان تركز على الدوله هي القطاعات الاجتماعيه، باعتبار الصحه احد اهم المرتكزات الاساسيه في هذه المنظومه ديال وزاره الصحه ديال الحكومه. ايضا حسين عندما نتحدث على بني ملال ما كانتش هناك تشنجات كبيره ما بين النقابات وما بين الاداره ديال هذا المستوى، لكن ان المستوى كان كيعيش واحد المجموعه من المشاكل، وربما اننا قد سبقنا الحديث عن اهم المشاكل اللي كان كيعيشها هذه المؤسسه الصحيه المركز الصحي اللي كيشمل جميع اقاليم الجهه، فكانت كيعيش مشاكل، كانت هناك اكراهات، ربما ان ما تمكنت المسؤولين على هذا المؤسسه انهم كل المشاكل اللي كيعيشها وانهم يتجاوبوا مع الانتظارات ديال الساكنه ومع الاوساط الصحيه
بما باقناع المال او بجهه من اخرى. فهذه ربما ان نقدروا نقولوا ان بالنسبه للخليفه ان الخيط عن قبيله لعب دورا كبيرا في هذا الامر هذا. وكاين هناك حسين قضيه اخرى ما نقدروش نجزموا فيها، لان ربما انا وزاره الصحه ربما اوفدت لجنه ان للتحقيق فيها خيط متعلق بعمليه جراحيه اجرتها احدى المسؤولات خارج المستشفى الحسن الثاني، وربما انها كانت عندها تبعات وربما انها كانت سببا مباشرا بعد العمليه ديال الاعفاء. ولكن هذه كتبقى حسين، هذه مجرد تكهنات او مجرد تبريرات، لان الذي يعرف حقيقه الامر تبقى فقط هي وزاره الصحه او المصالح المركزيه لهذه الوزاره، لان هي اللي اشرف على القرار ديال الاعفاء. وبالتالي ربما انا شاف بان هناك فعلا ما كاينش امور على غير ما يرام، ولذلك فاتخذت هذه المبادره. بالنسبه واضح المركز الجيوب للمال، فهذه مده تقريبا تزيد عن شهرين، لم يتم بعد تعيين بشكل رسمي مديرا على هذا المؤسسه الصحيه اللي كنعتبرها هي المؤسسه الصحيه الاولى بالجهه، فلم يتم بعد. فقط هناك نيابه، هناك اداره بالنيابه اللي كيديرها المندوب الاقليمي للصحه لابن المال. ونقدروا حسين نقولوا بان كاين هناك فيما يتعلق بالقطاع الصحي ان الوزاره واللي انتبه لهذه الجهه هذه، فبالتالي فهذه التغييرات والاعفاءات ربما تاتي في خدمه القطاع الصحي وفي خدمه الساكنه ديال هذه الجهه. كاين هناك حسين نقابات اخرى اللي هي لا تزال تحت السجن وتصدر بيانات فيما يتعلق باحد المراكز الاستشفائيه هنا باقليم بني ملا تعلق الامر بالنسبه مولاي اسماعيل بقتل. كانت هناك بيانات بنقابه خاصه الفدرالية الديمقراطية للشغل طالبت باعفاء المدير الحالي لهذه المؤسسه الصحيه، نظرا لكما تقول حتى بياناتي كانت تصدر عليها انه هناك مشاكل اللي كيعيشها هذا المستشفى هذا. وبالتالي تيقولوا بان هناك هذا المستشفى ديال قصبه تادله وتيقولوا بان هذا لا يعقل ان يتم انا مسؤول على هذه المؤسسه هذه ازيد من 15 سنه، فهم كيطالبوا بالتغيير لان ربما كيرو ان التغيير يعطي حيويه ويعطي ايضا واحد انتعاشه حقيقيه لهذه المؤسسه هذه، ورؤى جديده وايضا استراتيجيه عمل جديده لتمكن من تخفيف التغطيه عيش هذا المستوى ايضا. واضح. تمكين من تقديم الخدمات الصحيه للمواطنين في ظروف جيدة. واضح محمد بوزيان، شكرا جزيلا لك محمد بوزيان على كل هذه التوضيحات. إذا هي حركة نقابية في نفس الوقت، هي حركة نقابية كاينة في المنطقة على المستوى القطاع الصحي، نتمنى لها التوفيق. الحركة النقابية إذا كانت تصب في صالح المواطن المغربي بجهة بني ملال أخو نفرة، ونتمنى أن الحركة الآن ديال الإعفاءات اللي طالت منطقة أو جهة بني ملال أخو نفرة تكون هي حركة تصحيحية لإعادة قطار الصحة في المنطقة وفي الجهة جهة بني ملال أخو نفرة إلى السكة الصحيحة. ناخذ رحال أختي سناء، رحال عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، نشوفوا يعني بعد ما تم إعفاء مديرة مستشفى الحسن الثاني بخريبكا، هل هم مستمرون في نضالهم النقابي أم سيتوقفون، خاصة أن هناك ربما مؤشرات على أنهم غادي يخوضوا مسيرة مستقبلا ووقفات احتجاجية، فنريد أن نعرف لماذا بعد إعفاء مديرة مستشفى الحسن الثاني. رحال عن نقابة الاتحاد المغربي للشغل، نتواصلوا معاه. السلام عليكم سير حال. وي ألو. السلام عليكم سير حال. وعليكم السلام خويا، بخير. مرحبا، أنت معنا عبر الهاتف مباشرة في برنامج برلمان الشعب على شاده اف ام. مرحبا. السير حال، انت ممثل لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بمستشفى الحسن الثاني بخريبكا، تم اعفاء رسميا مديرة المستشفى، وانتم درتوا واحد مسيرة نضالية اللي بغينا نعطيو هذا الاسم هذا اللي امتدت لمدة 6 اشهر. واش
واش نقدروا نقولوا بانه الاعفاء ديال السيده المديره هو جاء يعني استجابه لمطالبكم ونضالاتكم؟ تحيه لكم وشكرا لكم على هذه الاستضافه. اولا نبغي نهني الاخوان والاخوات ديالنا المناضيات ومناضي الاتحاد المغربي للشغل على مستوى المستشفى الاقليمي لخريبكا على الصمود ديالهم للتعسفات اللي تعرضوا لها على امتداد حوالي 6 اشهر من طرف واحد الاداره متحيزه، واحد الاداره اللي اعتبرت بان كانها حصلت على واحد الغنيمه من خلال التسيير ديالها المؤسسه هذه المؤسسه العموميه. اولا باش نتفقوا، احنا بالنسبه لنا بغض النظر على اللي وقع، احنا ما كيهمناش شكون يكون في موقع المسؤوليه، ما كيهمناش شكون يكون المدير ولا المديره ديال المؤسسه الاستشفائيه. احنا اللي تيهمنا بشكل رئيسي هو تكون كرامه ديال المناضلات والمناضلين ديالنا والاطراف الصحيه بشكل عام مكفوله. اللي تيهمنا بشكل رئيسي ان تكون الاداره المسير او المسيره يكون مسير ديال الجميع، ان الموظفات والموظفين ما يكونش بيناتهم تمييز على اساس انتماء معين، ما يكونش لان بالنسبه لهاد الموظفات والموظفين يتعرضوا للاضطهاد بناء على انتمائهم لجهه معينه. هذا هو الاساسي بالنسبه لنا، ان نعتبره كذلك ان بالنسبه للاعفاء ديال هاد السيده هذه ان نعتبره اعفاء اللي جاء متاخرا جدا. ان من المفروض ان مجموعه من التجاوزات اللي دارتها هاد السيده هذه كان المفروض ان الوزاره الوصيه انها تاخذ الاجراءات اللي خاصها تاخذها بشكل عادي بشكل تلقائي، تاخذ التدابير اللي خاصها تاخذها. نعم، هو الاعمال بخواتيمها تنظر، ماشي مشكل الامور بخواتيمها، ولكن تنقولوا بان هذا الهاله اللي دارت لهذا الاعفاء ديال هذه السيده تنعتبروا بان الوزاره الوصيه هي اللي تتحمل المسؤوليه ديالو. بالنسبه للمجموعه ديال المسيرين ديالها انهم مرارا ان اليوم الغد تنزل القرار الاعفاء ديالو بشكل تلقائي، ان الوزاره من حقها ان سميتو بطبيعه الحال ان بالنسبه للوزاره خاص يكون عندها علاش انها ممكن تعفي هذا المسير ولا هذه المسيره. حنا في نفس الوقت حنا تنقولوا بان هذه السيده كان خاصها تعفى من شحال هذه لمجموعه من التجاوزات ديالها، تنقولوا بان بالنسبه للاعفاء ديالها كان خاصو يكون الازمه اللي حطت فيها المؤسسه. ان السيد ولا السيده اللي جاي للتسيير ديال واحد المؤسسه خاصو يجي يحفز العنصر البشري، خاصو يجي يكون الاخ والاخت ديال الموظفين ديال القطاع اللي تيشرف على التسيير ديالو باش انه يتعاونوا كاملين انهم يؤديوا الخدمات اللي المفروض انها خاص المؤسسه. اذا انتم الموظفات والموظفين كاينين في هذيك المؤسسه، ما كاينينش على اساس انه غير لحقاش تنتميوا لهذ الجهه ولا تنتميوا لهذ الجهه. حنا بغض النظر تنقولوا بان الاعفاء ديال السيده انه تاخر، ان تنعتبروا بان الاعفاء ديالها هو رأفه بها. بالنسبه لهذيك السيده كان المفروض انها ما تكونش في موقع المسؤوليه. حنا ما تندويوش دابا على الظروف اللي جات بالتعيين ديالها وعلى شكون اللي كان وراء التعيين ديالها الى اخره، هذا امر لا يهم كثيرا. وان بالنسبه لنا تحط امامنا هذا السؤال مباشره من التعيين ديالها. واخا سرحال تنظن بانكم غادي مازال مستمرين في النضال؟ غادي ديروا تنظن شي وقفه احتجاجيه ولا شي مسيره بالنسبه مستقبلا؟ كان مبرمج عندنا، كان مبرمج عندنا المسيره الاحتجاجيه يوم غد اللي كانت غتنطلق من امام المستشفى الاقليمي وغتوجه مباشره الى عماله الاقليم. شنو اللي خلانا نوجهوا فوالا علاش الاحتجاج ديالنا لخارج المؤسسه الصحيه؟ بالنسبه لنا تنعتبروا في ان ما تكونش الاداره بكاع المؤسسه المستوى ديالها على المستوى الاقليمي ولا على المستوى الجهوي ولا على المستوى المركزي، حتى شي حد ما قدر يفتح حوار معنا، حوار اللي هو فعلي ويكون فيه الاستماع للمتضررات والمتضررين. المتضررات والمتضررين من الشطاط ديال هذه السيده المسيره وبعض الاطراف اللي هي واخا علاش غادي ديروا بشكل عاجل؟ ما بقاش عندنا الوقت، علاش غادي ديروا المسيره وتم اعفاء المديره اللي كانت؟ لا انا تنقول بان بالنسبه اللي كان عندنا غدا، حنا راه خرجنا بلاغ ديال التعليق المسيره الاحتجاجيه، وان بالنسبه لنا باقي ان الامور ديالنا نشوفوا الاداره الا كان عندها استعداد تعالج الامور ديالها ديال تلغي بعض التعسفات وبعض القرارات اللي ما كانتش هي هذيك حق مجموعه ديال الاخوه والاخوات. نعم، واضح. شكرا لك استاذ رحال، شكرا جزيلا. شكرا، تحيه لكم. شكرا رحال عن النقابه الاتحاد المغربي للشغل بمستشفى الحسن الثاني. اذا تنتمنوا
احنا ما نتمناه هو ان الامور تاخذ مجراها الصحيح وترجع بالنفع، لانه في اخر المطاف بالنسبة لكل مؤسسة عمومية، كانت في قطاع التعليم، كانت في قطاع الصحة، كانت في أي قطاع إداري في المكان، فالأول والأخير المتضرر ولا اللي تتنفع منه هو المواطن. كان فيها مشكل اللي تضر هو المواطن، تصلحات وتقدات ومشات مزيان اللي يتنفع منها هو المواطن. إذا احنا لا نريد أن يكون المواطن بين أمرين وصراعات، لا نريدها أبدا. يلا شكرا سنة اللي كانت معي في الإخراج، شكرا مستمعينا الكرام. يتجدد اللقاء للأسف. أستاذة أمنية الشناوي عن جمعية احنا معاك، تنتكلموا معها تنتصوا بها ولكن لم تجيبنا، فلوقت لاحق إن شاء الله. إلى اللقاء.